فائز بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 100 كيلوغرام. كنبغي نشكر الجامعة الملكية المغربية اللي جيدوا على هذا الحسن التنظيم اللي داروا لنا، وكنبغي نرحب بجميع الدول المشاركين، والحمد لله اليوم حققنا نتائج جيدة، وإن شاء الله تنتمنى غدا كذلك في الباري كيب، وإن شاء الله نهار السبت الأحد كذلك. وكنبغي نقول كاع لجميع اللاعبين حظ موفق إن شاء الله. أنا عز الدين بطل العرب لهاد السنة هادي، الحمد لله فوز الأقل 73 كيلوغرام. دازت المباراة ما سهلاش، الحمد لله تمكنا من الفوز بالمركز الأول، وتنوجه الشكر الجزيل للأطر كل من أيوب صحيتا أساتيدا كاع الأطر دريس تلاوي كلهم تنحضروا لهم الأطر، كنوجه لهم الشكر من هذه المباراة. سليماني 63 كيلوغرام منتخب المغربي، اليوم جيت بريمير الحمد لله، وهذا غير البداية. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تيفي.